الأزمات ما زالت بتلاحق النادي الأهلي، بحيث ضربوا 4 أزمات خلال الساعات الأخيرة، كان آخرها تمرد محمد شريف وطلبوا الرحيل عن الأهلي نهائيا حتى لو كان بشكل مجاني. كمان تسبب اللاعب سيد معوض في غضب داخل القلعة الحمراء لموقفه من احتراف ابنه، ده غير أزمة كولر وعبد القادر. فإيه التفاصيل وإيه اللي بيحصل داخل القلعة الحمراء؟ ده اللي هنوضحه دلوقتي من خلال تغطيتنا. العديد من الأزمات ضربت النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، ما بين تجديد النجوم والمدير الفني ورحيل لعيبة آخرين في ميركاتو الصيف أو رغبتهم في مغادرة القلعة الحمراء نهائياً. وكان من أحدث الأزمات اللي ضربت النادي الأهلي في الفترة الأخيرة هو رفض محمد شريف مهاجم الفريق الأهلي التجديد وطلبه الرحيل عن المارد الأحمر. فأزمة تجديد محمد شريف دخلت النفق المظلم زي ما بيقولوا عقب تمرده على النادي وطلبه الرحيل بعد اتفاقه مع نادي الخليج السعودي. في البداية عرض النادي الأهلي على محمد شريف تجديد عقده مقابل 14 مليون جنيه، كما أن النادي رحب في وضع اللاعب ضمن الفئة الأولى، ولكن مسؤولي النادي الأهلي فوجئوا برفضه مناقشة ملف التجديد من الأساس، خاصة بعد إنهاء اتفاقه للانتقال للدوري السعودي. ده كمان محمد شريف رفض التجديد والرحيل على سبيل الإعارة وطلب الرحيل نهائياً أو البقاء وعدم التجديد والرحيل عن صفوف الأهلي بشكل مجاني. أما بقى اللاعب أحمد عبد القادر، ففجر الإعلامي أحمد حسام ميدو مفاجأة من العيار الثقيل بتخص اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء، وقال ميدو إن طبيب الأهلي النفسي أوصى برحيل أحمد عبد القادر بسبب عدم تعامله بشكل جيد مع المشاكل داخل وخارج الملعب. وذكر كمان أن الطبيب النفسي بيرى أن ده بيؤثر سلبا على أحمد عبد القادر وأوصى في تقريره على رحيله. واختتم ميدو كلامه وقال أن في لعيبة مميزين قادرين على التعامل مع الأزمات بشكل صحيح وجيد والرد في الملعب، وعلى رأسهم محمد هاني اللي بيشيد بيه بالفعل. نيجي بقى لكولر مدرب الفريق، واللي شهدت الساعات الأخيرة خلاف كبير بين إدارة النادي الأهلي ووكيل أعماله بسبب تجديد عقد كولر. فوكيل السويسري مارسيل كولر عقد جلسة مع إدارة النادي الأهلي أبدى النادي فيها رغبته في التجديد موسم بخلاف الموسم المتبقي في عقده. وأشار وكيل كولر إلى أن السويسري بيمتلك العديد من العروض لتولي مهام القيادة الفنية لأندية في الخليج وأوروبا، فإدارة النادي الأهلي بترغب في تجديد عقد مارسيل كولر موسمين أو 3 سنين، وبينتظر الأهلي برئاسة محمود الخطيب والمشرف العام على الكرة وصول كولر إلى القاهرة يوم 22 أغسطس الجاري ليعقد معه جلسة قبل السفر إلى معسكر النمسا استعدادا للموسم الجديد. أما بقى سيد معوض، فتسبب في غضب مسؤولي الأهلي منه بعد ما صدمهم بموقفه في احتراف ابنه في أوروبا. فسيد معوض نجم النادي الأهلي السابق تسبب في أزمة بين إدارة القلعة الحمراء وابن عمر بشأن ملف احترافه في أوروبا. ففي الأونة الأخيرة تلقى عمر سيد معوض عرض من أحد الأندية الأسبانية وقضى فترة معايشة داخل جدران النادي الأسباني، ولكن بداية الأزمة حصلت لما رفض سيد معوض التزام ابنه بتوقيع عقد احترافي مع النادي الأهلي ورغبته في عدم تعقيد احتراف عمر ابنه في دوريات أوروبا، وإن التفاوض يكون معاه بشكل مباشر بدون العودة للنادي الأهلي. فمعوض بيرى ان توقيع ابنه عقد احترافي مع النادي الاهلي هيعطل انتقاله لنوادي اوروبا، نظرا لان المفاوضات ستجرى مع مسؤولي القلعه الحمراء واداره الاهلي بترغب في الحصول على مقابل مالي كبير. وطبعا تمسك معوض بعدم توقيع ابنه على عقود رسميه مع القلعه الحمراء
أثار غضب مسؤولي النادي الأهلي، لأن ده هيحرم إدارة النادي من الحصول على مكاسب مالية كبيرة جراء احتراف اللاعب في أوروبا. ففي حال احتراف نجل سيد معوض في أوروبا، لن يكون بمقدور إدارة النادي الأهلي الحصول على أي مردود مالي سوى حقوق الرعاية فقط، لكونه لا يرتبط مع القلعة الحمراء باستمارة الناشئين فقط. أعزائنا المشاهدين، بكده تكون انتهت تغطيتنا. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وللمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا، موقع صدى البلد الإخباري. بشكر حضراتكم وإلى اللقاء.